كده عندي شوربة الرز، والحمد لله ان طلعت رز ما طلعتش شوربة استاكوزا ولا شوربة سيفود. كان الراجل طبعا علق لنا مشنقة. على فكرة ما بزعلش من النقد، انا بنتناقش مع حضرتك وانا كلامك على قلبي زي العسل، وانا خدمك في كل اللي انت عايزه، بس انت اشرح لي وقول لي ايه اللي انت عايزه وانا تحت امرك. ايه ارخص من اجنحة الفراخ؟ نفسي حد يدلني يا جماعة على حاجة بتتباع ارخص من اجنحة الفراخ اللي الكيلو ب16 جنيه، وفي احياء بيبقى ب10 او 12 جنيه، لان انا عايز اعمل حاجة ترضي حضراتكم. طيب نشوف بقى شوربة الرز عشان نخلص. يعني يابا عندي رز، عندي بسله وجزر وكرفس وكوسه وصدور فراخ. طيب خليها بعد فاص عشان كلمتك تعبتني. فاص وارجع لكم تاني. النبي غير محطه ولا تروح في حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وهنشوف مع حضراتكم الشوربه هنعملها ازاي دلوقتي. هنشوف مقاديرنا على الشاشه. عندي رز وبسله وجزر وكرفس وعندي كوسه وصدور دجاج وبهارات وبصل وبقدونس توم مرق ملح وفلفل وزبده او زيت. حطينا على النار الرز والبسله والجزر والكرفس والكرات، كله بيغلي على النار اهو. وادي ادي صدر الفراخ مكعبات. يا ست شهد شهد، يا ريت تكلمين حضرتك تاني، اشكرك. كده اهو شوفوا بقى اخر حاجة هنحطها ايه. سنة زعتر. صلى على النبي. طيب كده عندي هنا شوربه وهنا شوربه، انا اقلب دي كده كله واوسع لنفسي عشان كله اهو. هنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نفسي دي وربنا موسعها علينا. سنة وانتم طيبين. كده شوربه جميله وحلوه. ادي الشوربه